المغربي والأجنبي حول الأفعال الإجرامية التي ارتكبت وترتكب من طرف جاك بوتييه ومشاركيه وأقول وعصابته الإجرامية. اليوم غتكون كلمة طبعا ديال الجمعية المغربية لحقوق الضحايا. كاين كذلك تدخلات مختصرة في بعض النقاط والجوانب القانونية من طرف بعض أعضاء الجمعية، ثم سنعطي الكلمة لضحايا كيحضروا معنا اليوم. ثلاث ضحايا هم شابات في مقتبل العمر، دي جون في تريز امبيسيوز تريز اكتيف اللي بغاو يحققوا احلامهم كشابات، اللي بغاو يحققوا ذواتهم كشابات، ولكن مع الاسف تواجهوا بعصابة إجرامية برئاسة رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه المعتقل اليوم بباريس على خلفية متابعته من أجل الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر. اليوم الجمعية المغربية لحقوق الضحايا نظمت الندوة الصحفية من أجل تنوير الرأي العام الوطني. الجميع يعلم أو تداول أمام واقعة الرجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه الذي اعتقل في أواخر شهر ماي بباريس على خلفية جرائم التجار بالبشر واغتصاب قاصر. من خلال وسائل الإعلام الفرنسية تتبعنا هذا الحادث، هذه الوقائع، هذه الجرائم، وتم التواصل مع ضحايا الاعتداءات الجنسية بطنجة. أنا التجربة ديالي في أسو 2000 أولا الجروب بيلافي كانت تجربة عبارة عن شهور ديال جهنم. ظروف العمل غير مساعدة ماديا ومعنويا، كيتم التضييق عليك من البداية إلى النهاية، وهذا التضييق هذا هو منهج ولأجل هدف معين، وهذا التضييق ما كيكونش من إنسان واحد بل توت اون سوسيتي توت اون اونتربريز اللي متحدة باش من أجل هدف واضح اللي هو استقطاب واستدراج العاملات ديال الشركة لأهداف أخرى من غير أنهم يجيو يخدموا ويديو السالير ديالهم. كاين أهداف واحدة أخرى كتمنى هذيك الشركة، واللي من البداية كان من البداية كيوضحوا لك الأهداف ديال هذه الشركة وبأنه يا غادي تمشي معنا في هادشي هذا في الطرح ديالنا وغادي تلتزم هادشي اللي غنقولوا لك وغادي نعطيوك أي حاجة طلبتيها كيساسوا سالير لي فواياج اللي كنت كتنظمهم أسو 2000 عبر العالم، واللي بيان سور سالاري بحالي اللي عنده سالير في النواحي ديال السميك بالنسبة لي له فرصة لا تعوض. كيوهمونا بأنه غيعطيونا مناصب في الشركة في فرنسا وبأنه هاد المناصب غتخلصوا بدي سالير سون باز سالاريال فرونسيز، يعني السالير ديالنا يقدر يطلع بعشرة د المرات أكثر. دونك بزاف الإغراءات وهاد الناس هادو كما قلت لكم عندهم الطرق ديالهم، كتبدا من الروكروتمون. الروكروتمون كيختاروا نفس النوع ديال الناس، يعني بنات باقي صغار طموحات وضعية مادية ماشي معتبرة، دونك كيعرفوا شكون غادي يجيبوا لونتربريز ديالهم وعارفين الطريقة اللي خصهم يتبعوها باش يوصلوا للأهداف ديالهم. وإذا ما وصلوش للأهداف ديالهم كندوزوا للعقاب، والعقاب اللي هو لارسيلمون مورال، هارسيلمون سيكسويل، ابو سيكسويل والى اخره. وأضف على ذلك انه كاين واحد الكلمه اللي فيها تسهيل ترويج المخدرات، كيباناليزو استهلاك المخدرات، وكيباناليزو الدعاره، كيباناليزو لو بروكسيميتيزم، يعني كيهضروا لك على هادشي من البدايه ديال عند اسيو 2000 تمشي بحالك كلشي عادي.
دائرة عادية، البروكسيميتيزم عادي، بالعكس هادشي عنده ديزافونتاج، هادي هي الطريقة باش توصل في حياتك. دونك ملي ما كتمشيش معاهم في الطرح ديالهم وما كتخدعش ليهم، كتبداو كيبداو في الانتقامات اللي قلت لك كيما قلت لكم، ديزانسولت، لانتيميداسيون، لو سالير ديالك tu ne le touches pas au complet, tes droits, que ça soit attestation de travail ou tout autre document اللي قانونيا عندك فيه الحق ما غاديش تاخذو. والتحرش بدا في اكتوبر 2020. قبل منها كان ايفيكتيفمون مسيو بونتي كان كيجي المغرب، كانوا تصرفات اجراميه في نهايه الامر، حيتاش الهدف ديالو من داك الشيء ما كانش بارع، ما كانش كيدوز باش يهضر معانا باش يكون قريب للموظف وقريب للشخص اللي كيخدم، مي بلوتو باش يشوف شكون عجباتو. كان يقدر يقيسك، يقدر يقول لك شي حاجه اللي ما مزياناش، مي كلشي كيقول لك هذاك جاك الي انتوشاب، حتى شي واحد ما يقدر يدير له حتى شي حاجه. في اكتوبر 2020 كان جات واحد الشكايه ليا، هاد الشكاية اللي كان شافها السيد جان بوتي وأعضاء وحدين آخرين ديال الإدارة، ومن مورا هاد الشكاية كان اتصل بيا السيد جان بوتي، دونك جي لو لابيل دو جان بوتي في التليفون ديال الخدمة، دون لو تليفون ديال الخدمة، كيقول لي أنني مشاكسة، أنني زوينة، ولكن أنا ممكن واحد الشكاية عليا. طلب الرقم الهاتف ديالي الشخصي، دونك عطيتو له، من بعد عيط لي بقى كيقول لي خاصك تصيفطي لي التصاور ديالك، انت زوينه، غادي نجي للمغرب قريبا ونبغي نشوفك ونجيب لك معايا دي كادو. قلت له لا، انا ما نقدرش ندير شي حاجه حيت انا ديجا مع واحد الشخص اللي كنبغيه وكنحترمه. وفي ديك اللحظه هذيك كيقول لي خاتك الصغيره ولا بنت خالتك ولا صديقتك ولا اللي كان، وانا غادي نعطيك ان بون كادو. دونك بار لا سويت اون فوا جي روفوزي il me dit que une petite sœur, et j'ai des messages, une petite sœur, une cousine ou bien une copine, et qu'en retour j'aurai un beau cadeau. كان خاصني نبقى مأدبة معاه في الهضرة ونبرك على راسي ونزيد نبرك على الكرامة ديالي باش أنني ما ندورش فيه، أنني نبقى محافظة على الهدوء ديالي، حيت أول حاجة كنرفض الطلب ديالو، وثاني حاجة نهضر معاه بطريقة سيئة، كانت صافي كنت عرفت أنك غادي يكون آخر نهار ليا في ديك الشركة هادي. بلغت هاد الشيء هذا للرؤساء ديالي، ومشيت هضرت مع الرؤساء اللي فريمون عندهم اون بون بوزيسيون. كنت هضرت مع الرئيس التنفيذي ديال الشركه، الرئيس ديال المصلحه اللي انا خدامه فيها، وكنت هضرت حتى مع لو ديريكتور جينيرال، الرئيس العام للمجموعه اللي هو لو كومبليس برانسيبال دو مسيو بوتي. كلهم كانوا عندهم نفس رد الفعل، انها شي حاجه عاديه، انني انا يمكن هي اللي بروفوكيت هذا التحرش هذا، وانها شي حاجه اللي خاصني ناخذها بكل اريحيه، بحال حتى شي حاجه ما طرات. ما كيسولوكش على الاثر النفسي اللي داك الشيء يقدر يخلي فيك، وتيكن في الشرطه وتيكن في البحث اللي غادي يديروا فيه. والحمد لله عندنا الدعم ديال الصحافه واللي غادي هما دام عيشه بيان سور لاسوسياسيون، والحمد لله غادي تقدروا توصلوا صوتنا، حيتاش اون اتوندونس ا باناليزي لارسيلمون سيكسيوال او ترافاي، ما كنقولوا ما وقع والو فينا الوقت، تحرش بك شي واحد باس ا اوتر شوز، الوغ كو اون طون كو فيكتيم سي با فاسيل دو باسي ا اوتر شوز. دابا كيف ما قالت هي، هادشي اللي عملها معاها هي يقدر يعملها مع اي بنت، اذا عجبتهم البنت او لا، اذا عجبتهم البنت هادشي اللي عملها معاها هي راه عملها مع اي بنت.
غيبداو غيحاولوا معاها في الاول ما بغاتش كيبدا بالارسيمون مورال ومضايقات هذه هذه ما كيوصلش الصالح ديالك مكمل احق نسينا احق هذه احق هذه علاش باش تينا تبدا تعيا منه والناس كاين الناس اللي عندهم لي شارج دونك تينا نورمال مخصص لك 6000 درهم في الشهر غيدوزو لك 4000 وتينا عندك تينا عندك لي شارج ديالك عندك الكرا عندك اوغوزمون انا الحمد لله ساكن مع والديا ولكن الناس اللي ساكنين هنا ماشي من طنجة وساكنين بوحدهم خصهم ياكلوا خصهم يشربوا خصهم يكريو كيفاش غيعملوا كتجي تينا كتبان لك خرجها كتبان الصلاة ديالك ما مكبوش وكيقول لك حق حنا نسينا شنو نسيتي ما كاين لا نسيتي لا والو فونسا اكسبري باش تينا تعيا منه باش تمشي بحالك هما ديما هادشي اللي كيفتشوا عليه باش ما توصلش معاهم المحكمة باش ما ديش لي زانديتي ديالك مكمولين وكانوا دانييرمون الناس اللي كانوا كيبغيو وكانوا كيبغيو يسكرهم بحالهم الناس اللي غادي 6 7 8 مليون في لي زانديتي كيعطيو له جوج كيقول عطيها لك دابا ومشي بحالك سينو غنكرفسو في المحكمة بهذا لو تام هذا غنتكرفس في المحكمة حيتاش قلنا حنا اللي عارفين عندهم السيد عنده لي كونيسونس بزاف السيد راه طنجة راه كيعرفها كاملة طنجة كيعرفها كاملة كيعرف طنجة ولو بوفوار ديالو في طنجة راه ماشي ساهل اوغوزمون كاينه لاسوسياسيون كاينه لي ميتخ اللي معانا اللي دابا دخلوا معانا في هاد القضيه هادي ولا غيعاونونا بزاف حيت حنا في الاول كنا خايفين فهمتي كلشي كان خايف حيتاش ما نقدروش راه تنا دير محامي دونك دابا كلشي كيتشرى زيد عليها لي كونديسيون دو ترافاي راه الا مشيتو بحال قلت لك النهار مدام عائشه راه الا مشيتو البق تعرف البق سورتو في السوسو راه كاين البق في الخدمه كتجلس والبق كيدور حداك وقلت لها اذا صيفطو كاينه شنو سميتها داك مفوض قضائي ولا داك المهم اذا شنو نقول لك كاين واحد الطبيب عنده شحال من عام واحد الطبيب بحال هذا انا بعد 4 سنين هو كاين 4 سنين ونص وابارمون هو قبل انا 4 سنين ونص ديالي اللي شفته داك الطبيب هذاك في ايام كورونا كان جات من انسبكسيون الخدمه قالوا داك الطبيب خصو يتزول او لا الخدمه غاتشدو حنا قلنا صافي راه غيشدو حيتاش راه امبوسيبل يزول داك الطابي ولي ترافو بزاف دو جوغ ابخي ما بقاش كيهضر على الطابي كاع دونك اش ما كيهضرش على الطابي شنو وقع الو كي جات اون انسبكسيون الخدمه كيقول لهم غاتشدو خرجونا من الخدمه خرجونا ولكن داكشي